السلام ورحمة الله. إلى أين أنت ذاهب بنيتي؟ إلى دار أحد أخوال أمي. إلى دار أحد أخوال أمك؟ نعم. لماذا؟ أعطتني أمي نقودا ليكرر له الدواء الذي يتعاطاه بصفة مستمرة. إذا فهو مريض. نعم، فهو شيخ كبير ويحتاج إلى عناية. أفلا يوجد من يهتم به؟ بلى، كان هناك خادم يرعاه، ولكن الخادم سافر إلى بلاده في إجازة، ولهذا فإن أمي وأخوالها الآخرين يتناوبون رعاية هذا الخادم. يا لها من مسألة صعبة. المهم، هيا بنا للنادي أولا لنحظى تدريب الفريق الوطني لكرة القدم. بل يجب أن أذهب لخال أمي أولا، فهو بحاجة إلى الدواء. إن التدريب لا يستغرق ساعة واحدة وينتهي، أما خال أمك هذا فهو موجود ولن يطير. ولكن بدون ولكن، هيا بنا. والدواء نشتريه ونحن في طريقنا إلى قريبك هذا. إن وضاح وعاصم سيقابلنا هناك في النادي، فلا يجب أن نتأخر عليهم. حسنا، هيا بنا بسرعة. إذن نعم يا ميساء، ماذا تريدين؟ مالي أراك جالسا، ألن تذهب معنا؟ إلى أين؟ إلى دار عمي علي. وما السبب في هذه الزيارة المفاجئة؟ إنها ليست زيارة مفاجئة، فأبي وأمي كما تعلم يواصلان زيارة أقربائهما باستمرار، فهكذا أمرنا الإسلام. لقد أصبحت تجدين الكلام جيدا يا ميساء. لا داعي للسخرية يا وضاح، هل ستذهب معنا أم لا؟ لا، لن أذهب معك. ولم لا يا ولد؟ أبي،
عفوا يا أبي، فأنا على موعد مع أصدقائي لنحضر تدريب فريق النادي. ألا يهمك صلة رحمك؟ صلة رحمي؟ نعم. وما هي صلة الرحم؟ أن تزور أقاربك وتودهم وتكون على صلة مستمرة به. وما أهمية ذلك؟ إن كنت تحب أن لا تدخل النار فصل رحمك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عندما نزلت الآية التي تقول وأنذر عشيرتك والأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن ماذا قلت يا وضاح؟ قلت بأنني سأذهب معكم لزيارة عمي علي، فإن بقي وقت ذهبت لأرى التمرين في النادي. وإن لم يبق هناك وقت؟ سأذهب لأرى التمرين فيما بعد. حسنا، إذا هيا بنا يا أولاد. هيا بنا. لقد فات وضاح تدريب كبير للفريق. حقا، فلقد كان تدريبا رائعا. عندما نحكي له حمد الإثارة التي رأيناها في التدريب سوف يندم. ها هو وضاح قد جاء. أخيرا وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تأخرت عن موعدنا يا وضاح؟ لقد كان لدي لقاء أهم. لقاء مع من يا وضاح؟ مع عمي علي. لقد ذهبت أنا ووالدي ووالدتي وأختي لزيارة عمي علي عاملا بصلة الرحم التي أوصانا بها الإسلام. يا الله، لقد نسيت مشواري لدار خالي أمي. أهو خالك المريض الذي حدثتني عنه؟ نعم، وكان لابد من إحضار الدواء له. ماذا تنتظر؟ أسرع بالذهاب إليه. هل أتيتم معي؟ أوه، سنقضي اليوم في الزيارات العائلية إذا. أنا سأحضر معك يا ثامر. وأنا أيضا. وهل سأبقى أنا وحدي؟ سأذهب معكم وأمري إلى الله. إذا فلنسرع في الذهاب إليه. هيا بنا ولنشتري الدواء في الطريق. هيا بنا. الحمد لله أننا قمنا بزيارة أخي. لم أكن أتصور أنه مريضا إلى هذا الحد. شفاه الله ومنحه القوة والعافية. أرجو أن تحدثني يا أبي أنت وأمي عن صلة الرحم. بكل سرور يا ابنتي. هنالك حديث بهذا الخصوص يقول، نعم الحديث يقول:
عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للرسول صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال الله عز وجل: مهن. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال الرحمن: فذلك لك. عليه الصلاة والسلام. زدني يا أبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي، يجهلون علي وأحلم عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما معنى كلمة المل؟ المل هو التراب الساخن أو الرماد. يا خالي، لماذا تأخرت يا ثامر؟ لا تخف، لقد أغمي عليه فقط. ويبدو أنه حاول الاتصال بأحد اللي كيف يدركه ولم يستطع، ولكن ما العمل الآن؟ كيف سيتصرف؟ لو علمت والدتي بإهمالي في إحضار الدواء فستخبر والدي ليعاقبني. لا تخف، سوف أتصرف. وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته. والآن أترككما لأنهي عملي في المطبخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ وضاح؟ أهلا يا بني. ها؟ ماذا هناك؟ اللهم اجعله خيرا. نعم نعم، أجل يا بني، أعرفه. إن شاء الله سوف أكون عندكم في أقرب وقت. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك يا أبي؟ أحد أقارب ثامر صديق وضاح ابنتي في خطر، ويريدني أن أوصله إلى المستشفى. سوف أذهب بسرعة لنجدتي. أمي لست أدري لماذا أمرنا الطبيب بالخروج من الغرفة. لقد بقي أبي معنا. المهم أننا اطمأنينا عليه والحمد لله. أنت الذي أغويتني للذهاب للنادي، فلولا إصراره لما حدث هذا. وإن قدر الله ما شاء فعل.
تخفي عنها شيئا كهذا، بس أخبر أبي وهو يتصرف. بالمناسبة يا راشد، لقد وجدنا عمنا علي في وعكة صحية، ومن الأفضل لك أن تذهب لتزوره. عندما أجد وقتا خاليا سأجي. حتى وهو مريض لا تريد أن تزوره؟ أنت عليك أن تتحدث عن نفسك فقط، أما ما يخصني أنا فهو من شأني أنا وحدي. لو علمت جزاء من يقطع رحمه لا فعلت هذا، ولكن أنت حر. نعم أنا حر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تقف وكلا يا فتى؟ افتح لنا الطريق، فقد سلمت وانتهينا. هيثم؟ أنت هيثم؟ نعم أنا هيثم. كيف حالك يا ابن العم؟ بخير الحمد لله. ابن العم؟ فمن أكون أنا إذن؟ كيف حالك يا وضاح؟ بخير والحمد لله. متى جئت من القصيم؟ وأين تقيمون؟ جئنا مساء أمس بحمد الله، ونحن نقيم جميعا في دار جدي إلى أن أتسلم أبي السكن الجديد. ألم يخبرك أبوك بذلك؟ أتعني بأنكم ستقيمون في الرياض بصفة مستمرة؟ نعم، فقد دخل أبي إلى مرور الرياض، ولقد ذهب في الصباح ليتسلم عمله الجديد. إذن فسنلتقي كثيرا إن شاء الله. وهل يعمل والدك في المرور؟ نعم. كيف حالك يا راشد؟ وهل تعرفني أنا أيضا؟ راشد إنه هيثم ابن عمنا، وهو قريب لنا من الجد الثاني لوالدينا. الجد الثاني؟ الجد الثاني؟ نعم، ألا تذكره؟ إن كنت لا أذكر الجد الأول فكيف أذكر الثاني؟ عفوا يا أصدقائي، سوف أرحل إلى بيتنا لأخبر والدي بما حدث لخالي. حسنا، كان الله في عونك يا ثامر. أنا ساعتي معك يا صديقي. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تخف يا ثامر، وكن جريئا. كيف حالك يا هيثم؟ وكيف حال الأهل؟ كلنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا أريد أن أولا ترحب معي بقريبنا. سوف أذهب إلى البيت وسأنفرد بنفسي وسأحاول أن أتذكر، فإن تذكرته فسأعود إليك وأرحب به، وإن لم أتذكره فهو لك أنت وحده. السلام عليكم. عذرا يا هيثم، فراشد لديه موعد مهم. هيا معي إلى بيتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيثم أهلا يا بني. أهلا حمدا لله على السلامة. كيف حالك يا بني؟ خير الحمد لله. وكيف حال الأهل جميعا؟ كلنا بخير والحمد لله. الحمد لله. اجلس. كنت أنوي زيارتكم اليوم، وسوف أفعل هذا المساء إن شاء الله. إن شاء الله. عفوا يا أبي، كيف حال خالي صديقي ثامر؟ الحمد لله إنه بخير، لقد جاءه أبو ثامر وقام بإجراء اللازم. الحمد لله. ما أجمل اللقاء يا بني، وما أجمل التواصل. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالصلة الرحم، لما في ذلك من الخير للمسلمين جميعا. لقد أغضبت وضاح، وأهنت هيثم، وعطلت ثامر عن شراء الدواء لخالي أمه. أهكذا يا راشد؟ أهكذا تخطئ دائما حتى في حق أقرب الناس إليك؟ هذا هو الكتاب، لقد وجدته، وفيه مزيدا من الأحاديث التي تتعلق بصلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول يا رب إني ظلمت
يا رب إني قطعت، يا رب إني فيجيبها الله سبحانه: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ اذهب يا وضاح وانظر من بالباب. حاضر يا أبي. ها يا بني، أرجو أن تكون استفدت من هذه الأحاديث واكتسبت عبرة منها إن شاء الله. إن شاء الله. كم اشتقنا لنصائحك يا عمّا. سوف تسمع الكثير إن شاء الله يا بني، وسوف تعم الفائدة إن شاء الله لنا جميعا. إن شاء الله. لماذا تلهث؟ لقد وضحت لأمي مدى خطائي في حقكم جميعا اليوم، فأتيت إليكم سريعا لكي أعتذر لك ولباقي الأصدقاء. لا داعي للاعتذار، المهم أنك فهمت الدرس جيدا وستعمل به. نعم إن شاء الله. والآن دعنا نذهب لثامن لكي أعتذر له، ثم نذهب إلى هيثم لكي أعتذر له أيضا، ثم نذهب غدا إن شاء الله إلى دار عمنا علي لكي أطمئن على صحته. ولكن هيثم عندنا بالداخل. جميل، إذا فسوف ألتقي بهيثم أولا ثم نذهب إلى زيارة ثامن إن شاء الله. فقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. في صلة الرحم، تعلمت اليوم درسا لن أنسى. ففي الصباح التقى راشد بصديقنا ثامر وهو ذاهب بشراء دواء لقريب له. سيروا على البطاقة.